على فكرة ترى الشيخ معاذ يسافر إلى الشيخ يعني يذهب مع وليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ يأتيه نعم نعم هو يسافر يعني سفرا طويلا حتى يحفظ أنني كنت أذهب إلى الشيخ ومطر في نصف القرآن الأول كم يوم كم يوم ثلاثة أيام ثلاثة أيام في الأسبوع ثلاثة أيام فقط نعم. كنت أتحايل عليه كان أول يوم يومين فقط تحايلت عليه محايلة شديدة ليذهب إليه ثلاثة أيام وكان يوقفني على معاني شديدة نعم. يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة والله كان أفعله الله أكبر في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا نعم ولكني سمعت أنك عفريت شوي الحمد لله ربنا ألعم علي نعم. هو شال مني البصر سبحان الله والحمد لله وعلى هذه النعمة أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي البصر لا تريد أن يرجع الله لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عني بعضا من العذاب وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن؟ فعسى أن يخفف عني فالله يدخل من يشاء في رحمته ولكنه ألعم علي بالقرآن وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي فقط وليس معي أحد لكن أبي يخاف علي تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن يا الله ماذا ستكون حجتهم عند الله؟ الحمد لله على كل حال ما شاء الله يا شيخ معاذ أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة لابن القيم نعم ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله ما أغلق الله بابا لعبدي بحكمة إلا فتح له بابا يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أبداً أنك أنت فقدت البصر؟ لا 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 في كنت هنا في يعني البعض يشعر بنقص في الصغر كنت أغضب لن أكذب عليه نعم كنت أغضب أحيانا لكن الآن الحمد لله لا أغضب فهذا قضاء الله وقدري نعم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهما الجنة نسأل الله أن نكون من ورثة جنة الفردوس اللهم آمين مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه ويضرب